بسم الله الرحمن الرحيم. الزملاء الأعزاء، عايزين إن شاء الله نتكلم عن بعض المبادئ التي أقرتها محكمة النقد في الآونة الأخيرة. والحقيقة إن إحنا كلنا، كل السادة المحامين، يعلمون جيدا وتعلمنا أثناء الدراسة أن حكم النقد يكاد يتعادل في قوته مع نص القانون. وأنا فاكر في مرة سألت أحد السادة المستشارين في المحكمة، وكان له ساعة صدر، فسألته بدعاء، قلت له إحنا لما بندخل نبحث حاجة في القانون على النت فبنبقى عندنا أكتر من موقع، فحضراتكم لما بتدخلوا عشان تبحثوا مسألة قانونية إيه الموقع اللي حضراتكم كأوضاع بتخش عليه؟ فقال لي كلنا لا نخرج في البحث عن موقع محكمة النقد. فحقيقة أنا يعني بدأت أهتم بهذا الأمر وأبحث، لقيت فعلا عندما تخوض في موقع محكمة النقد ستجد من الروائع ومن العلم ومن المعرفة القانونية ما يعني يشفي نهم المعرفة القانونية لدى حضرتك. فمن خلال الفيديو ده هنتعرض لبعض احكام النقد، نمسك حكم ونحاول نفهمه. طبعا بداية لما الحكم يتحدث عن الطاعن فيجب ان نستشف فورا ان هذا الطاعن هو الذي خسر الدعوة في الاستئناف. لما يقول لك الطاعن يبقى تعرف على طول ان الطاعن ده هو اللي خسر الدعوة في الاستئناف، والمطعون ضده هو اللي كان كسب الدعوة في الاستئناف. وقراءة حكم النقد يحتاج إلى تركيز شديد للوصول إلى المبادئ التي أرساها هذا الحكم. فأنا اخترت بعض يعني الأحكام المهمة التي بإذن الله تضيف لنا المعلومة الجيدة. يعني الحكم الأول كان بيتحدث عن المراسلات عبر البريد الإلكتروني. إذا محكمة النقد النهاردة بدأت تركز على وسائل التقنية الحديثة في التعامل. فالحكم ده بيتكلم عن إيه؟ شركة رفعت دعوة على شركة أخرى، ففي مجال الإثبات استندت إحدى الشركتين إلى أنها سبق أن أرسلت للشركة الأخرى مراسلات عبر البريد الإلكتروني، وأن هذه المراسلات تحمل دليلا على سداد المستحقات. فطعن أمام بقى محكمة الاستئناف أو أمام محكمة أول درجة أحد الحضور عن الشركتين من السادة المحامين جحد الصور الضوئية المقدمة بشأن هذه المراسلات. يعني هو هيقدم ايه للمحكمه؟ ما يقدرش يسمعها، يعني مش هيسمع المحكمه او يوري له التليفون اللي عليه الكلام، لكن هيعمل ايه؟ هيصور صوره ضوئيه ويقدمها كدليل امام المحكمه. فقدم هذه المراسلات التي يتمسك بها في مجال الاثبات صوره ضوئيه، فما كان من الشركه الاخرى الا انها طعنت او جحدت هذه الصور الضوئيه لانها صور ضوئيه. فين الاصل؟ فكانت المفاجأة أمام محكمة النقد، يعني محكمة أول درجة أو الاستئناف، فعلا أقروا أنها صورة ضوئية ولا يوجد أصل، ولكن محكمة النقد المصرية أقرت بأنه لا يجوز الجحد على الصورة المقدمة بشأن المراسلات عبر البريد الإلكتروني. أمال أعمل إيه؟ تطعن بالتزوير. يعني معنى كده ان المراسلات عبر البريد الالكتروني دي بقت دليل امام المحكمه ومستند مهم لا يمكن التعامل معه بالجحد او بالانكار، ولكن بالطعن بالايه؟ بالطعن بالتزوير. وطبعا ممكن بقى قبل الطعن بالتزوير اتمسك بعدم استلام البريد الالكتروني. يعني انت بعت لي خطابات ما وصلتنيش، دي اتمسك بقى احاول أوصل مع المحكمة أنه لم يتم أو لم يصل إلى علمي أو لم أتسلم هذا البريد الإلكتروني. يجوز، أو
التمسك بحدوث عبث أو لعب في بياناته، بيانات التعامل الإلكتروني ده بعد استلامه، ده ماشي، لكن ما ينفعش تجحد الصورة الضوئية المقدمة برسائل تمت بين الخصوم عبر البريد الإلكتروني. إذن للرسائل عبر البريد الإلكتروني حجيتها في الإثبات. من الأحكام التي أصدرتها محكمة النقد ويعني لفتت نظري جدا وحبيت أنقلها لحضراتكم، الدفع بعدم قبول الدعوة لانعدام الصفة. لو حضرتك دفعت أو دفع أمامك بعدم قبول الدعوة لانعدام صفة المدعي، فأقرت المحكمة محكمة أول درجة أو المحكمة الاستئنافية بقبول الدفع والقضاء بعدم قبول الدعوة لانعدام الصفة، ثم بعد ذلك استأنف الخصم أمام محكمة، آسف، هيبقى أمام محكمة أول درجة، استأنف الخصم هذه الدعوة أمام الاستئناف، فرأت المحكمة الاستئنافية عدم صحة هذا الدفع وأنها قضت بقبول الدعوة وعدم الأخذ بهذا الدفع. السؤال بقى المهم، ترى هل تعيد محكمة الاستئناف هذه الدعوة لمحكمة أول درجة للفصل فيها أم أنها تقضي في الموضوع مباشرة؟ ده سؤال مهم، لأن أنا ممكن أقعد مستني الدفع بعدم القبول اتقبل، فالاستئناف لو قال أنا كنت أتصور كده حقيقي يعني، فمحكمة الاستئناف إذا قضت بعدم يعني عدم قبول هذا الدفع بعدم القبول انها تعيد الاول درجه، لا، هنا لا تعيد القضيه لمحكمه اول درجه. ليه؟ لان محكمه اول درجه عندما فصلت في الدفع وقضت بعدم القبول فانها تكون قد استنفذت بهذا ولايتها، ولا يعد ذلك مخالفه لمبدا التقاضي على درجتين. فهذا الحكم أنا شايف أنه هو خطير جدا ويعتمد على التركيز في الاستئناف، في أنه طالما أنك أمام الاستئناف فلا تعتمد فقط على الدفع بعدم قبول الدعوة لانعدام صفة المدعي، وتكون دائما يعني مهيئا وجاهزا بالتعامل مع الموضوع أمام محكمة الاستئناف وتقديم دفاعك في شأن الموضوع، ولا تركن إلى الدفع الخاص بعدم قبول لانعدام صفة المدعي فقط، إنما تكون جاهزا بالحديث في الموضوع، لأن محكمة الاستئناف هتقضي في الموضوع مباشرة. من الطعون الملفتة بشأن الأحكام الصادرة من محكمة النقد طعن يمكن أن نعنونه بالصورية في الشيك البنكي. الصورية في الشيك البنكي، موضوع القضية اللي نظرته محكمة النقد يتلخص في أن هناك سيدة حررت شيك لشخص ما ثم توفيت إلى رحمة الله تعالى، فالرجل اللي خد الشيك ده راح رفع دعوة على ورثتها، وكانوا بنتين، ورثت السيدة دي بنتين، راح رفع دعوة مطالبة بقيمة الشيك لعدم وجود رصيد، المفروض راح البنك ما لقاش فبدأ رفع دعوة، طبعا دعوة مدنية للمطالبة بقيمة الشيك من مين؟ من ورثته. فطعنت الوريثتان دول، البنتين دول، طعنوا على الشيك بالصورية، وقالوا احنا بنطعن بالصورية لان في خلافات سابقة كانت بيننا وبين والدتنا، وهي أرادت بهذا الشيك إن هي تضر بنا في الميراث، في نصيبنا في الميراث، وطلبوا من محكمة أول درجة أو الاستئناف زي ما اتفقنا إحالة الدعوة للتحقيق لإثبات الصورية، إلى أن المحكمة، محكمة أول درجة والاستئناف، التفت عن بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهري اللي هو إيه؟ التمسك بصورية الشيك الصادر من مورثتهم لهذا الشخص الذي قام برفع الدعوة.
وكان لمحكمة النقض بقى رأي آخر إذا اعتبرت أن ذلك إخلال بحق الدفاع ووصم الحكم بالقصور في التسبيب، وأن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون وكان يجب عليها أن تبحث وتحقق الدفع بصورية الشيك الصادر من مورثته. من ضمن أحكام النقض التي تقابل يعني حالة غالبة في التعامل في الحياة العملية المال الشائع، التعامل على المال الشائع. إذا مات المورث وترك مال شائع، عقارات أو أراضي أو بيوت، فغالبا بيحدث خلاف شديد بين الورثة حوالين التقسيم. مش غالبا، هنقول الخير في الناس جميعا، لكن بعض الناس بيحصل بينهم مشاكل بين الورثة وبعضهم يعني. طيب عايزين نقول لو أن المال الشائع لمجموعة من الورثة والأغلبية، أغلبية الثلاث أرباع من أصحاب هذا المال الشائع عايزين يبيعوه، محتاجين يبيعوه، وصاحب الربع أو أصحاب الربع من هذا المال الشائع يرفض البيع ويرفض التعامل ويرفض تغيير أي شيء في المال تعنتا. فالقانون نظم هذه المسألة وقال إن يجوز لمالكي أغلبية الثلاث أرباع فما يزيد الحق في بيع المال الشائع، ولكن بضوابط. إيه هي بقى الضوابط؟ أول حاجة إنه يكون اللي عايزين يبيعوا دول بيساووا الثلاث أرباع أو يزيد. نمرة اتنين، أن تكون هناك أسباب ومبررات قوية تلجئهم إلى الرغبة في البيع. يعني إيه بقى أسباب قوية؟ يعني ناس شايفين إن 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 بمرور الوقت المال الشائع ده بتقل قيمته، أو بيتعرض للتلف، أو بيتعرض للخسارة، أو ينتقص في قيمته، أو أنهم في حالات شديدة من المرض الذي يحتاج إلى إنفاق. كل هذه صور من الصور التي تبرر رغبتهم في بيع نصيبهم في المال الشائع. يبقى هم ثلاثة أرباع عندهم أسباب قوية تدفعهم للمطالبة بالبيع. يعملوا إيه بقى؟ عليهم أن يعلنوا هذا القرار، قرار رغبتهم في البيع. طبعا قبل ما يبيعوا يعلنوا القرار، طبعا إعلان القرار ده عن طريق المحضرين في الأغلب. لمين؟ للأقلية اللي هم أصحاب الربع. يقولوا لهم لو سمحتوا إحنا عندنا ظروف كذا وكذا وكذا، وإحنا عايزين نبيع المال الشائع كله بما فيه نصيبكم الربع، ويمنحوا أصحاب النصيب الربع دول شهرين قبل التصرف. إذا أصحاب الربع دول لم يحركوا ساكنا وخدوا الإعلان والإنذار وسكتوا وفات شهرين، أصبح من حق مالكي الثلاث أرباع أن يبيعوا المال الشائع بأكمل. طيب إذا رافضين هذا الأمر وهذا البيع، فعليهم أن يلجأوا. مين اللي يلجأوا؟ أصحاب الربع يلجأوا إلى المحكمة ويقولوا إحنا رافضين لكذا وكذا وكذا، وعلى المحكمة أن تقرر في هذا الشأن. طيب لو الثلاث أرباع فاتت الشهرين وباعوا، يعملوا إيه بقى في النصيب الخاص بأصحاب الربع؟ يعرضوا عليهم أو يودعوهم خزانة المحكمة على ذمته. الموضوع ده لأنه موضوع شائع، فناس كتير قوي يعني بتحاول إن هي تصل إلى حلول بعيدا عن هذه الفكرة القانونية. أنا حقيقة يعني لاحظت الناس كتير قوي ما خدوش بالهم من هذا الطريق، رغم أن في ناس بتكون بتعاني معاناة شديدة، لكن بيحصل نوع من الحرج أحيانا، بيحصل نوع من المنع الأدبي في التعامل مع هذه المسألة، ولكن القانون نظمها بشكل واضح وأقرتها محكمة النقض في هذا الحكم اللي أنا بتكلم مع حضراتكم بشأنه. وفي مجال القانون الجنائي، يعني برضو من الأحكام الجميلة اللي أنا حابب أن أنا أنقلها لحضراتكم،
أن للمحكمة تقدير أدلة الدعوة وفقا لعقيدته. فهنقول القضية وكيف تعاملت المحكمة بسلطتها التقديرية مع الأمر. متهم ضبط ومعه أقراص مخدرة، قدمته النيابة العامة لمحكمة الجنايات بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، إلى أن المحكمة انتهت إلى أنها لا تساير النيابة العامة ولا تساير ضابط الواقعة في أن المتهم قصد من إحراز المخدر الإتجار فيها، إنما كان بقصد الاستعمال الشخصي. تفرق طبعا، تفرق كتير. هو مقدم كتاجر بيتاجر في الأقراص المخدرة، طبعا دي جريمة وعقوبتها شديدة، بعكس ما بعكس تقديمه إلى المحاكمة بتهمة التعاطي. لكن المحكمة نقلت القضية من إتجار إلى تعاطي استنادا لإيه؟ قالت كده. وهنا طبعا من الأمور اللي يعني إن شاء الله نخصص حلقة للحديث عن مقتضيات العقل والمنطق في تقدير الأدلة والأمور القانونية، وده شيء بنلاحظه في كل في معظم القضايا. فالمحكمة هنا أعملت العقل والمنطق وقالت أنه لم يضبط في حال إجراء بيع أو شراء مخدر، يعني هو إما ضبط ما كانش بيبيع، فده معناه إن إيه؟ إن 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 ده مش تاجر. كمان لم تضبط معه أدوات من التي تستعمل في تلك التجارة، بالإضافة إلى أن الكمية المضبوطة لا تنبأ عن الإتجار، يعني كمية أقراص بسيطة ما بتقولش إن ده، يعني تقول إن هو بيتعاطاها مش بيتاجر فيها. هنا المحكمة بتستدل عن القصد الجنائي الخاص من الأحراز بشأن هذا الأمر، ليس أن يكون الدليل من الذي يقدمه المتهم، بل يمكن أن يكون من وقائع الدعوة وما تستنبطه المحكمة من عناصر وظروف تصلح لإنتاجه. أخيرا هنقول حكم نقض رائع جدا يخص السادة المحامين مباشرة، وهو خطة ورؤية المحامي في الدفاع عن المتهم. حضرتك لما بيوكل إليك الأمر في الحضور مع المتهم في جناية، فأنت الذي تضع خطة الدفاع والنقاط الأساسية في الدفاع. طيب لو حضرتك في القضية ارتأيت أن من الأفضل أن يقر المتهم بما جاء في الأوراق ويعترف بالجريمة، إذا أنت رأيت كمحامي كده وأنه من الأفضل أن تستند في دفاعك إلى طلب استعمال الرأفة لأسباب خاصة بالمتهم، إذا ما فعلت ذلك هل هذا الأمر يظل قائما ويحميه القانون أم أن هناك خلاف في هذه المسألة؟ محكمة النقض قالت إذا ما حضر المحامي وأدلى بما يراه من وجوه الدفاع فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض المشرع بصرف النظر عما تضمنه هذا الدفاع من التسليم بصحة الواقعة، مكتفيا ببيان أوجه الرأفة فلا حرج عليه في تفويضه الأمر لما تراه المحكمة. وبالتالي فأن القانون في هذه الجزئية ومحكمة النقض تقر بما لا يدع مجالا للشك على شرف مهنة المحاماة ونبل أغراضها فيما يقرره أو يتخذه الأستاذ المحامي من قرارات بشأن الدعوة التي يترافع فيها. وأرجو الله أن أكون يعني قدمت شيء أو إضافة طيبة تفيد جموع السادة المحامين، وتمنياتي للجميع بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.